تطورات عسكرية ومواجهات في تعز وصرواح ومريس. هل ما يجري يحدث في سباق السيطرة على الجغرافيا، وهل يمكن أن يؤثر ذلك على ما يحدث من اتفاق في الحدود؟ أهلا بكم. فيما تتركز أنظار اليمنيين والمحيط الإقليمي والدولي على الحديدة وعلى ما يمكن أن تثمره جهود مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة الساحلية بقيادة أممية للواء باتريك كومارت خلال الأيام القادمة، تشتد المواجهات العسكرية في أكثر من جبهة. تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذه المواجهات وما يمكن أن تفضي إليه، كما تضع برودة المجتمع الدولي حول الآثار الإنسانية لهذه المواجهات الكثير من علامات الاستغراب حول ما إذا كانت هناك ازدواجية في التعامل مع ملف الأزمة اليمنية بتغير الأطراف والفاعلين ومواقع الأحداث. إن لم يكن للسلام طبول حرب فلمن تقرع الطبول في اليمن؟ فما بين السلام الموعود في الحديدة وما يحدث في عدد من المحافظات اليمنية يتأكد أن رؤية العالم لمفهوم الصراع والأزمة لا يزال يمضي بخطى عرجاء. صرواح مأرب وتعز وصعدة ومريس في الضالع تجددت المواجهات في أكثر من جبهة، حتى تلك التي سكتت فيها أصوات الرصاص لأشهر كثيرة. تقول المؤشرات إن ما يحدث هو سباق على السيطرة، حيث تبرز المخاوف من تطورات المشهد العسكري في اليمن والمواجهات على امتداد الخارطة، مما قد يؤدي لإرباك إجراءات السلام ودعواته. فيما ترى وجهات نظر أخرى أن هذه المعارك قد تسرع بإيجاد حلول سياسية نتيجة الضغط في أكثر من جبهة على ميليشيا الحوثي. مؤخراً دفع التحالف عدداً من الآليات العسكرية إلى جبهة مريس دمت في محافظة الضالع بهدف تحرير المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي التي تحكم السيطرة عليها منذ 3 سنوات. وفي مأرب شهدت منطقة صرواح مواجهة عسكرية ضارية كسرت فيها محاولات الميليشيا التي عادت محمولة على كف الخسارة، وأعلن الجيش الوطني سيطرة على معظم أجزاء المنطقة. تطورات المشهد العسكري يفتح باب التساؤلات عن كيفية تعامل العالم ورؤيته لمفهوم الصراع والأزمة اليمنية، فتعامله مع المواجهات في الحديدة يختلف كلياً عما يحدث في تعز وصعدة والضالع ومأرب. يبدو أن الحديث عن مدن تشهد حروباً وسقوط ضحايا من المدنيين يؤكد الاختلالات الواضحة في التوازنات السياسية والإنسانية تجاه الأطراف المهمشة التي تفقد قيمتها أمام العالم، فيما يرقب العالم نتائج قفزة السلام الأممية التي أتت برئيس لجنة المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. يبدي الكثير مخاوف من إغلاق باب السلام من نافذة الحديدة وفتح باب للصراع لا أحد يدرك كلفته أو مداه. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مأرب العميد محمد جسار الخبير العسكري. أرحب بك سيادة العميد. إذن وأبدأ معك، كيف تتابع بشكل عام المواجهات التي حدثت وتحدث كذلك ميدانيا تحديدا في صرواح؟ ما هي أسباب عودتها إلى واجهة الأحداث العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. ما حدث الآن في صرواح وفي أيضا تعز وفي صعدة وفي مريس الضالع، هي كما أشار تقريركم إلى أنه في هناك شيء من السباق، صح؟ إلا أن لأن هذا المعارك أيضا بالذات في تعز وفي صعدة هي كانت مستمرة وعلى نطاق واسع. الأمور تسير يعني باتجاه استمرار الصراع العسكري، ولا سيما أيضا نجد أن الميليشيات تجدد هذه الهجمات على أساس أنها ربما تفرض بعض ما قد ترى أنها قد تفقد في هذا الاتفاقية في عاصمة السويد وهي مشاورة السويد في ستوكهولم. الأمور أكيد ربما
الأمور ربما عسكريا تسير في على عن باتجاه منحدر غير آمن، باتجاه يعني مستقبل السلام الذي يرتقبه الشعب اليمني على امتداد وارجاء الوطن. طيب دعنا ندخل في تفاصيل ما الذي يحدث تحديدا الان، يعني باعتبارك تحدث يعني تتحدث من مأرب، ما الذي يحدث في ضواحي مأرب في صرواح تحديدا؟ كذلك هل هناك مواجهات على الجبهة الأخرى هناك في جبال نهم أيضا؟ هلا في صرواح يعني حدثت مواجهات، يعني هي كانت الأكثر يعني فعالية من الطرفين، إلا أن كان إعلام الميليشيات يعني بصراحة رفعت من سقف ما حصل وما يحصل في صرواح، بأن صرواح يعني سقطت وأصبح النزوح بدأ في مأرب، وهذا الكلام غير صحيح فعلا. ولكن حدثت يعني مواجهات، وحدثت ايضا سقطت يعني ثلاث من التباب في الصرواح، وهي تمثل اهميات تكتيكيه ولا تمثل يعني ذات اهميه حيويه ولا استراتيجيه على المستوى العسكري وايضا السياسي. وما زالت المواجهات مستمره، وانا اقول ايضا انه الهدف والاساسي من هذا رفع سقف المواجهه هو يعني ينم الى شيئين اثنين، اما هو عدم الاقتناع يعني بهذه اتفاقيه المشاوره شاورة السويد ومحددتها من نقاط محددة التي هي تضمنت المطار والورقة الاقتصادية ومدينة الحديدة والميناء ورأس عيسى والصليف، وإما هو الوصول إلى المزيد من الضغط لكي يثبتوا أنهم ما زالوا قوة على أرض الميدان ولا يوجد هناك أي مساومة في ما يروه وما يطرح في خلف الكواليس. طيب يعني أنتم الآن عندما يعني عندما نرى طبيعة الأحداث في الأراضي اليمنية، يعني كمراقب على الأقل سيادة العميد، هل يمكن اعتبار أن اتفاقية الحديدة سارية على كل مكان في الجغرافيا اليمنية، أم هي فقط اتفاقية تجزئ المعركة في اليمن؟ اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار في الحديدة، وخلاف ذلك يمكن أن يخضع للميدان. الاتفاقية هي واضحة، والقرار مجلس الأمن الذي هو 24-51 الأخير الذي نص على تنفيذ إلزام الطرفي الصراع بما تم الاتفاق عليه في تسوية مشاورة السويد يعني واضحة وهي محددة، وهو يعني إيقاف الحرب في الحديدة، وليس ايضا يشمل حتى الجغرافيا الكامله لمحافظه الحديده، بل حددت في مدينه الحديده والميناء وايضا راس عيسى والصليف، وايضا تبادل خروج هذه القوات من طرفي النزاع الى خارج المدينه تحدده اللجنه المشتركه المتشكله من طرفي النزاع من الحوثه والشرعيه. يعني يمكن اعتبار ان هذا اتفاق جزئي، يعني قوات الجيش غير ملزمه بوقف اطلاق النار في اماكن اخرى، افهم من كلامك؟ انا قلت لك بان القرار نفسه يعني ما يخص الحرب، وايضا الاتفاقيه حددت انه توقيف الحرب والالتزام توقيف الحرب في هذا النطاق المحدود في المدينه، في مدينه الحديده والميناء وراس عيسى والصليف، ولم يشمل خارج هذه الجغرافيا من مسرح الاعمال القتاليه في مناطق الصراع في اليمن ابدا. طيب هل هنا خطط او هل هناك اوامر عملياتيه سيادة العميد؟ بحسب علمك هل هناك أوامر عملياتية
شن هجمات في مناطق في صرواح أو في جبهات أخرى مثل نهم أيضا، بخلاف ما جبهات أخرى مثل صعدة أو تعز؟ هل هناك أوامر عملياتية بذلك؟ الأوامر العملياتية هي أصلا هي حرب قائمة ومستمرة، ما تحتاج إلى أنه إحنا نتتبع هل توجد هناك توجيهات عمليات أو ما فيش توجيهات، لكن الحرب هي قائمة ومستمرة، إلا أن فعالية المعركة استادت حدتها في نهم وفي صرواح، يعني من طرفي الصراع، يعني المعركة يعني مستمرة وبالدرجة كبيرة في باتجاه نهم يعني، وأكثر حدة في المواجهة، وأيضا السيف نعم سيادة العميد المواجهة في تساعوا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض، الخبير العسكري اللواء السعودي اللواء محمد القبيبان. أهلا بك سيادة اللواء. إذا نحن نتابع ما يحدث من الحديدة ووصول فريق يعني الجنرال اللواء باترا كاميرت إلى الحديدة، كيف يمكن قراءة عودة المواجهات أو استمرار المواجهات إلى عدد من الجبهات سواء صعدة صرواح، ربما هناك أيضا اشتباكات وتعزيزات للحوثيين في تعز؟ يا أهلا وسهلا فيك أستاذ المشاهدين وسعادة الضيف. أنا أعتقد أنه المواجهات دي خلينا نقول أنها في شد وجد وفي انخفاض وفي ارتفاع لعدد من الأسباب أو لعديد من الأسباب. يبدو أن هنالك يعني كانت في رؤية، أعتقد رؤية سياسية أكثر من أنها رؤية عسكرية، الوضع السياسي بمعنى أنه الوضع الإنساني في اليمن يعني تأزم، وتأزم كثير بأسباب ما تقوم به هذه الميليشيات من الاستيلاء على المساعدات. لذلك خفت وتيرة القتال تقريبا، الكلام ذا قبل شهرين، وفعلا خفت وتيرة القتال في اليمن، ودعيت الأطراف إلى التواجد في دولة ما، وطلع أنها السويد، لإجراء المشاورات لحل هذه الأزمة الإنسانية. وأنا أوافقك أنه خفت المواجهات. طبعا دفتريا أنا لا أعتقد، يعني تعقيبا على السؤال اللي سألت حضرة العميد فيما يخص هل هناك أوامر عملياتية بإيقاف هجوم ببدء بالهجوم أو إيقاف الهجوم، البلد في حالة حرب ومسرح الحرب مفتوح ومناطق العمليات مفتوحة، ولكني أعتقد أن هذه توجيهات من قبل فخامة الرئيس، وبدأ يطبقها معالي وزير الدفاع السيد المقدشي وكذلك معالي رئيس الأركان للمساعدة بالخروج بإنهاء الأزمة اليمنية. هذا أولا. ثانيا، ما يحدث في الجبهات أنا أعتقد، ولأني سمعت الكذا مراقب كانوا موجودين في الجبهات، وأحد المراقبين يتحدث يقول، وأنا يمكن أمشي معه في هذا الاتجاه، بأنه الحوثي فعلا انصدم لما أنه وجد أنه القرار الأممي الجديد رقم 2451 لم يصب في مصلحة الحوثي، بحيث أنه كان يعتقد بأنه هذا القرار الجديد والذهاب إلى السويد سوف يلغي المرجعيات الثلاث. لذلك تفاجأ وبدأ يعمل بإحداث بلبلة ويحاول أن يجر، أعتقد وهي حركة يعني قد تكون عسكرية خبيثة، يجر المنطقة إلى صراعات أكبر، حتى يعني يضطر المجتمع الدولي يتماشى مع الحالة الإنسانية في اليمن ويطلب من الأطراف القتالية أن تتوقف على الصراع. طيب يعني هذا يمكن أن يفهم إذا ما كانت المسألة فقط تتعلق بالحديدة ووقف القتال فيها، باعتبار أن التهديد الأكبر للحوثيين كان هناك، لكن الآن حتى تعز هناك تفاهمات معلنة في السويد حول تعز، هناك لجنة يفترض أن تشكل من قبل الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني ومشاركة الأمم المتحدة، لكن هذا الأمر كله لا يحدث، على الأقل لا يعلن عنه. ما التفاصيل لديك حول تفاهمات تعز، على الرغم أن هناك
اشتباكات أو تعزيزات عسكرية للحوثيين تصل إلى المحافظة وريف المحافظة؟ طبعا تعز كانت أحد المحافظات التي طرح لمناقشتها في السويد على الأقل بطلب فك الحصار، وأعتقد أن كان في هناك تعنت، ولكن برأيي أنه الفريق أو المجتمعون على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك معالي وزير الخارجية والمبعوث الأممي لنبدأ بخطوة أولى ولنرى ماذا سيفعل. التصعيد في القتال من قبل الحوثي هذا هو ديدن هذه الجماعة، يعني هي جماعة توزعت في مناطق في غفلة عن الشرعية وفي غفلة عن دول الجوار، وفجأة تواجدوا في كافة أرجاء اليمن وأصبح هناك سيطرة والجميع يعرف. ولكن يعني كان أنا فهمت سؤالك تتكلم لي على أنه تعز هي لا زال فيها الصراع، وهذا شيء بديهي لأنه يعني يريد أن يضغط بمكتسبات. لكن هناك عسكرية. تفاهمات حول يعني سيادة اللواء، هناك تفاهمات حول حل، يعني هناك تفاهمات حول تعز يفترض أن تطبق، لكن لم يعلن عنها، لم يعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، لم يسمي الطرفين. نعم كان هناك تحديد أسبوع. أنا معك، هو الآن هو الآن ينظرون، أنا برأيي أنه الخطوة الأولى 70% من الاقتصاد مسيطر عليه الحوثي يأتي عن طريق الحديدة. يعني هذه أنا أوافق يمكن ما تم حصل في أو ما حصل في المشاورات في السويد، بأنه لنقف الصراع في الحديدة ومن ثم نذهب إلى خطوات أبعد، ويمكن هذا يعني في سياق متصل لما ذكرت حضرتك لسؤال الضيف الكريم عن أنه يعني هل سوف يطبق أو تطبق هذه التجربة على كافة الوحدات. طيب اليمن أعتقد دعني أسأله يعني إذن عن تعز، دعني أسأله سيادة اللواء عن تعز. أسألك سيادة العميد محمد جسار عن ما الذي صدر بخصوص تعز الآن؟ يعني هي كانت أيضا من ضمن اتفاق السويد، هناك نقاط تفاهمات حول السويد، هل هناك أوامر بتوقف إطلاق بوقف إطلاق النار هناك مثلما كان الأمر على مستوى الحديدة؟ هل هناك أي تحركات عسكرية بخصوص تعز؟ أطلعنا. التفاهمات في السويد التي شملت يعني أكثر من 5 نقاط، منها يعني تفاهمات حول فك حصار تعز أو ويعني وصل أو يعني وكفر القتال في تعز، إلا أن الطرف الآخر وهو الحوثي أحجم عن هذه النقطة ولم يصلوا إلى اتفاق الطرفين وحتى أيضا مع الوسيط الدولي على فك حصار تعز أو توقف الحرب، كما يعني شمل الاتفاق حول توقف الحرب في المناطق المحددة والمشار إليها في مدينة الحديدة والميناء وراس عيسى وأيضا الصليف. يعني أيضا ليس هناك أي جديد بهذا الخصوص من قبل هيئة الأركان؟ نعم لا، يعني أبدا الطرف الآخر لم يوافق، الطرف الآخر لم يوافق في هذه النقطة، ويقول لك أيضا الطرف الآخر أيضا لم يوافق على موضوع يعني فتح مطار صنعاء، يعني وهذه كان يفترض انه ما تنتقل ينتقل التسويه المشاوره هذا من المرحله الاولى الى المرحله الثانيه والمحدده مع دخول يناير الا بعد ان يكون الطرفين اتفقا على هذه النقاط التسويه التي شملت مطار صنعاء والورقة الاقتصاديه وايضا التفاهمات حول الوضع الانساني في تعز. ولذلك الطرف الآخر هو لم يوافق إلا على موضوع الحديدة. إذن إلى الآن ليس هناك أي جديد بخصوص تعز. أعود إليك سيادة اللواء القبيبان، الآن يعني هناك عمليات عسكرية إذن في مناطق تماس صرواح غيرها أيضا، هل يمكن أن تشكل ضغطا أو هل يجب على الجيش الوطني أن يكثف من ضغطه في هذه المناطق باعتبار أن هناك زخم إعلامي كبير حول ما يجري في الحديدة ولا يبدو ذلك الزخم مشابها لما يتم في جبهات قتالية أخرى؟ نعم أنا أوافق في النقطة دي، يعني خاصة أنه يعني لو تتكلم على مثلا صرواح ومأرب فيها تعداد عشرات الألوية
من المقاتلين، وفيها يعني ونسبة كبيرة تحررت من 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 مدن صرواح أو من محافظة مأرب أو من المحافظات الشمالية، ولم يبقى إلا كيلومترات بسيطة. وما أعتقد أن هنالك لا يوجد دعم ولا يوجد يعني عدد كافي للقتال ولا يوجد يعني رغبة، لا بالعكس. يعني أنا من خلال متابعتي المشهد اليمني 3.5 سنوات الماضية، وفهمت أن الشعب اليمني لديه يعني فعلا توجس من هذه الجماعة التي تريد أن تصل للحكم بطريقة عرقية ومذهبية. يعني واحد من الزملاء كنا أنا وياه في برنامج وتحدث، قال بصريح يذهب الحوثي ويعمل أو يعمل على إيجاد مكون سياسي، فهو لن يجد من يدعمه في اليمن لأن هذه الجماعة تنظر إلى فروقات عرقية. هذه نقطة أساسية. لذلك اليمن بأكمله وب خلينا نقول لك بقواه الوطنية وبالجيش وبالمقاومة لا يجب أن يتوقف القتال، ويجب أن يستمر، وهذا مفهوم. يعني صعدة، أنت لو تتابع صعدة في الأخير تقريبا تم تحرير جزء كبير من صعدة بالرغم أنها أصعبها تضاريس، ولكن هنالك رغبة من السيد الوائلي محافظ المحافظة، ورغبة من عدد مشايخ القبائل، وهنالك رغبة من كثير من المقاتلين. وللأسف يعني، ولكني لا أذهب بالطريقة أنه والله الإعلام يظهر كل الحقيقة، لكن في بعض الأخوان الميدانيين المقاتلين يقولون لا يوجد لدينا ما يدعم العملية العسكرية فيما يخص السلاح، التموين، الملابس، الاحتياط، الذخيرة الكافية. هذه يجب أن ينظر لها. السيد المقدشي مع تحالف بنوا جيش جديد، أعتقد جيش مدرب وجيش فعال يستطيع القيام بفتح جبهات أخرى، وهي فرصة. الآن الحوثي، أنا ما أحب أتي بالألفاظ السوقية فيما يخص رقصة الموت، أنا أعتقد أنه الآن هو على رقصة الموت الآن، يعني كما هو الديكة والدجاجة المذبوحة. لذلك يذهب هنا ويقاتل هناك، وها هو ينتهي يعني، ووضوحا بانتهاء ترى ذهابه للمشاورات، لم يذهب إلى السويد يعني علشان عيون خاطر المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يعرف أن هذه جماعة تهدد أمن المملكة العربية السعودية، وجميعنا تابعنا ما أهمية المملكة واليمن ودول المنطقة. طيب في هذا السياق، في هذا السياق الآن، يعني خلال الأيام القادمة، ما هي توقعاتك خصوصا مع بدء فعلا تواجد اللواء كامرت في الحديدة، وما يبدو أنه بدأ للجهود وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار؟ الآن شوف، الحديدة يعني يبدو لي أنه السيد باتريك كامرت قد يكون لديه خبرة، أنا ما أعرف الرجل، ولكن المفروض أنا وأنا كعسكري أول ما أفهم بأن هنالك يجب يعني تحديد الطرق الرئيسية لإيصال المساعدات، لأنه جامع لهذا الموضوع، ولم يأتي لإيقاف قتال لإيقاف القتال بمعنى قتال، لا، هو إيقاف القتال لإيصال المساعدات. يعني أنا ما يهمني أنه يروح الميناء يتفرج، يعني وش بيروح يتفرج على الميناء، ولا وش بيروح يتفرج في المدينة. طيب يعني هو كان مفروض يشكل غرفة عمليات ويبدأ في العمل مع الأطراف، صحيح بيجتمعون بعد كم يوم، لكن له كم يوم في اليمن، وأعتقد أنه يعني متأخر، لأن هنالك يعني جدول لابد أن يلتزم فيه، وفي تحديات. يعني نتكلم على القوى الأمنية التي سوف تتواجد في الحديدة الشرعية، وجميعنا نطلب أنها تكون هي القوى التي كانت في 2014، وهذه نقطة خلاف كبيرة. أما أنه والله يروح يقعد يتصور لي في الحديدة، وهناك جدل كبير حول هذه المسألة وطبيعة القوات بطبيعة الحال. يعني أشكرك. أنا كنت أتكلم على أنه لا، معلش اسمح لي آخر نقطة، بس أنا أتكلم على أن الأمم المتحدة كان لابد عليها دعم هذا الرجل بما لا يقل بقوة عسكرية، ما دام أنه هنالك تصريح من الشرعية ولا زالت سيادة الحديدة، ولكن للخطوة الأولى أن يكون لديه قوة عسكرية، ولا أعتقد غيره في ذلك، لدعم العملية السلمية لإيصال المساعدات. ومن هنا يحضر الخرائط، عندنا موضوع الألغام، مليون لغم يعني أكثر من الحرب العالمية الثانية، هذه مصيبة. كيف سوف يتخلص منها في الحديدة؟ وعندما يذهب الحوثي إلى أي منطقة صدقني يزرع وراء ألغام أكثر من شعر رأس،
لذلك هنالك تحدي. والخطورة كما يقول كثيرون أن هناك ليست هناك خرائط لهذه الألغام وتوزيعها. أشكرك الخبير العسكري من الرياض لواء محمد الخبيبان على تواجدك معنا. بالعودة إليك سيادة العميد محمد جسار، إذا يعني يقول المتحدث باسم الجيش الوطني أن قوات الجيش تصدت لهجمات ميليشيا الحوثي في صروع غرب مأرب. هناك أخبار على أن أيضا مصدر في الجيش الوطني يقول أن قتلى من الميليشيا بينهم قيادات ميدانية سقطوا خلال تصدي الجيش لهجوم على مواقع في جبل الحريوة في دمت. تتوزع الخارطة، إذا هل يشتت هذا الجيش أم أن الأمر يعني يشتت تركيزه، أم أن هو الأمر يعني يصب في مصلحة الجيش بتشتيت الحوثيين؟ هذا الجانب ينظر إليه من زاويتين. من زاوية هو أيضا أولا أن الجيش الوطني هي من مهمته الدفاع واستعادة الدولة واستعادة كل المناطق المسيطرة عليها، ومن زاوية على المستوى التكتيكي والعملياتي هو أيضا دائما في تتخذ القرارات والخطط العسكريه بتوسيع انتشار الجبهه من اجل استنزاف العدو من ناحيه، وايضا تشتيت جهوده الفكريه والذهنيه، وايضا تشتيت قوته البشريه، وايضا جعله يقدم كثير من اهدار للامكانيات القتاليه من اسلحه وذخائر وعتاد قتاليه مختلفه. هذا وهي الزاوية الأساسية، يعني سواء في مريس أو في طيب في هل الدعم العسكري الموجود هناك كافي لهم؟ دعم يعني دعم هيئة الأركان، رئاسة هيئة الأركان، ودعم المناطق العسكرية سواء لمريس أو لصرواح أو لصاعدة كافي لهذه الجبهات لكي تتقدم أو على الأقل تحافظ على وتؤمن مناطقها الحالية؟ طيب أنا أشتي أقول لك على أساس ما أكونش أنا متحيز أو يعني أقف وراء تكسير معين أو تكسير طرف من الأطراف مطلقا، لأن هذا وطني وهذا شعبي وهذه هي قضيتي بالدرجة الأولى. ولذلك أنا أشتي أقول لك من حيث الإمكانيات لا يوجد تكسير. ومثلا على سبيل المثال باتجاه دمت يعني مريس الذي ما زالت من النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة الضالع، كان الحوثي متواجد على مريس، ولذلك المقاومة والوحدات العسكرية المتواجدة هناك التي من ضمن المنطقة الرابعة وعدد أيضا من المحسوب على المنطقة السابعة تقدم وخذ معركة من وحرر يعني مديرية مريس كاملة، وهي المديرية التي تحاذي مديرية دم، وحتى وصلوا إلى أطراف يعني مدينة دم إلى منطقة اسمها الحجب وبيت اليزيدي. وهذا وهل هذا التقدم الذي حصل يعني أتى من عدم إمكانيات ولا من وجود الإمكانيات؟ أنا لا أريد أن أجامل بعض القادة أو بعض الذين أحيانا قد يكونوا هم السبب في القصور، وهم يكونوا السبب في الخطأ، وهم يكونوا السبب في الجمود أحيانا يعني نحن نريد وقائع هنا، نحن نريد أكبر قدر من الحقائق. المقاومة تقدمت من مريس إلى الحجب يعني تجاوزت أكثر من 12 كيلو متر. أما نعم تفضل سيادة العميد. أما يعني عندك أيضا والمعركة هي دائرة أيضا في صعدة، تقدمات مستمرة، وهي أيضا من أفضل التقدمات ومن أفضل الخطط ومن أفضل التوازن العسكري على المستوى العسكري والإعلامي، بتمشي بخطوات ثابتة وتتجه لتسيطر على مناطق ذات أهمية تكتيكية وذات أهمية استراتيجية.
وهو النبأ الأول الذي سيأتي في الانتصار قبل الأخير بإذن الله. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الأستاذ ماجد المدحجي. أهلا بك أستاذ ماجد. إذن ما مدى تأثير التركيز السياسي والإعلامي على اتفاق وما يجري في الحديدة على بقية جبهات المعارك من ناحية استراتيجية برأيك أستاذ ماجد؟ بداية مساء الخير لك ولكل ضيوفك. طبعا واضح أنه مسار الحرب في اليمن ومسار العنف في هذا الصراع اساسا بدا يتنفس في مناطق خارج الساحل الغربي. يعني نحن الان بعد اجبار كل الاطراف من قبل الامم المتحده والوقف الدولي على ووقف المعارك في الحديده بدات تتنفس المعارك في اماكن اخرى. يعني الان لاول مره فعليا من فتره طويله تتنفس المنطقه شرق صنعاء، يعني نهم تحديدا وصلوة، بطريقة غير مسبوقة منذ سنة على الأقل. منذ بدأت معركة الحديدة كانت فعليا معركة صلواح ونهم جامدة. هذا التصريف للعنف له علاقة بأنه الكل الآن يدرك أنه يريد أن يعيد أيضا أنه لا يستسلم لكون الحديدة تعيد تثبيت حدود الأطراف. الحكومة الشرعية تدرك مخاطر تثبيت الأممي بمعركة الحديدة، ولذلك هي تريد تغيير ميزان القوى في مناطق أخرى. الحوثيين أيضا لا يبدو الأمر كاستسلام، فبالتالي الآن منسوب العنف سيتصاعد في مناطق أخرى ما لم يكن هناك مسار سياسي للسلام. ما حدث هو ليس مسار سياسي للسلام، هو إعادة تهدئة الملف عبر العناوين الإنسانية وليست عبر العناوين السياسية، والعناوين الإنسانية ليست كافية لكبح عجلة الصراع في اليمن بأكمله. لأن يعني هناك نقطة مهمة وردت في اتفاق سويد، مسألة ما أعلن على أنه خفض للتصعيد في تعز، تفاهمات حول تعز، لكن إلى الآن لا يبدو أن هناك شيء يجري بهذا الخصوص. كان هناك تزميل لأسبوع لتشكيل لجنة وما شابه، لكن ليس من شيء من هذا يجري. شوف فعليا ما حدث، لم يحدث شيء فيما يخص تعز، لم يحدث تفاهم فيما يخص تعز. الإعلان الذي تم في اتفاقية ستوكهولم هو اقل ما يصب انه البر الرماد على العيون، محاوله انه نحن فقط لم نتفاهم على الحدود. يعني ما انجز هو شيئين، وحتى الان لم يختبر حدودهما للاخير، هما الاسرى، تبادل الاسرى والمعتقلين، وموضوع الحديده. تعز تشكيل لجنه لا يعني شيئا ما لم يكن هناك اتفاق واضح على فتح المنافذ ويتضمن حركه السكان ودخول المساعدات، فانه اي كلام فاضي من تشكيل لجان هو فعليا للقول انه نحن بذلنا جهد، وهي واضح انه هذا انجاز اللحظه الاخيره لقيل يقال ان تعز خرجت من المعادله، وهي احد العناوين الاساسيه. المجتمع الدولي كان اهتمامه ذاهب الى ملف الحديده ويليها ملف المطار والموضوع الاقتصادي، فشل في ملف المطار والموضوع الاقتصادي. موضوع الأسرة اساسا كان منجز سابقا على موضوع اتفاق السكون، فلديك الجهد الدولي كله تركز على موضوع الحديده. لم يحدث شيء في تعز ولن يحدث على الاقل في الصوره القريبه، لاسباب عده منها تتحمل مسؤوليتها كل الاطراف. الوضع القادم يعني ما سيحدث في الحديده من مدى قدره الاطراف على الالتزام بهذه الاتفاقيه سيعطيك مؤشر الى سيمنح على فكره رصيدا للمبعوث الاممي لقدرته على فرض اتفاقات اخرى. اذا نجح المبعوث الاممي في فرض اتفاق ستوكهولم والتزموا الاطراف منه، خصوصا الحوثيين بالانسحاب من داخل المدينه وداخل هذا، سيمنحه قدره كبيره ايضا على ضغط الحكومه الشرعيه بان اجبر الحوثيين على الخروج من وعلى التحالف. هذا سيمنحه ورقه اقوى للذهاب الى الضغط عليهم للقول باطار المفاوضات، الاطار السياسي للمفاوضات بهم عند التحفظات عليه. وايضا سيساعده في ان يفرض خفض فعليا منسوب العنف في اليمن باكمله. قبل ذلك بتقديري سيظل مستوى العنف مرتفع في كل مكان، لان الثقه بين الاطراف منعدمه، في رهان ضمني لدى الجميع بان اتفاق الحديده سيشفل واتفاق ستوكهولم سيفشل. هناك تقدير انه الحوثيين لن ينسحبوا والحكومه لن تتراجع بسهوله، فبالتالي دعنا نراقب الوضع حتى على الاقل نهايه المرحله الاولى اذا كان الحوثيين سينسحبون من الموانئ ام لا. طيب أرجو أن تفضل بالبقاء معنا أستاذ ماجد. أعود إليك سيادة العميد. تطرق الأستاذ ماجد إلى نقطة وهي اتفاق الأسرى كأحد الملفات التي تم الاتفاق عليها في ستوكهولم. أحببت أن أسألك حول وجهة نظرك من ناحية عسكرية، هل
عودة أسرى حرب لميليشيات الحوثي باعتبار أن من لدى الحكومة الشرعية في الغالب هم أسرى حرب، هل هذا يمثل أفضلية لميليشيات الحوثي بأن في الغالب هؤلاء سيعودوا للجبهات، أم أن الأمر ليس بذلك التأثير لأن هناك بالفعل تحشيد من قبل هذه الميليشيات على الجبهات؟ في موضوع النقطة يعني موضوع الأسرى، أولا أنا أنظر له من جانب إنساني أن هذا أمر مهم وطيب وكلنا نرحب به، وقبل ما ننظر له من ناحية يعني أدنى قيمة، هل هذا يستخدمون في المعركة ما نستخدمون؟ هذا بلا شك، هذا بكل تأكيد، لكن أنا أسألك من وجهة نظر عسكرية الآن. السؤال أيوه نعم نعم، لكن من الناحية العسكرية هو الحوثي بيقدم يعني عدد من المختطفين من الحارات والشوارع يعني الأتفه الأسباب، وفي مقابل أنه يأخذ أسرى مقاتلين يعني قد يستفيد منهم فعلا، لن يعودوا إلا إلى أرض المعركة. ولكن الشرعية تنظر بمنظار إنساني، وهي من مسؤوليتنا جميعا أنه عمل حساب هذه النقطة، وأيا كان استغلال بعض الظروف كون الشرعية تقدم عدد كبير من المختطفين بمقابل يسلموا عدد أيضا كبير من الأسرى المقاتلين، وهذا خطوة هي من الناحية الإنسانية والمسؤولية بدرجة أولى أخلاقية تنظر لها بهذا المعيار من ناحية الشرعية، إلا أن الحوثي هو أيضا المستفيد. طيب نعم، أشتي أقول لك أيضا. تفضل. نعم تفضل سيادة العميد. أنا أشتي أيضا أقول لك الحوثي هو وافق على اتفاقية السويد، والحضور هو حقق يعني نقطتين، وبالنهاية هو أنا متأكد لا تعنيه المرحلة الثانية واللي يليه، وأنا يعني طيب وضحت هذه النقطة سيادة العميد، حقق توقيف الحرب في الحديدة. نعم سيادة العميد وضحت هذه النقطة، دعني أعود إلى الأستاذ ماجد المدحجي يعني لأسأل حول يعني الآن هذا يعني التقدم العسكري في عدد من المناطق دوما ما سيكون له تأثيرات على المستوى الإنساني، لكن لا يبدو أن هناك انشغال إعلامي وسياسي عالمي بهذا الخصوص، لما ترجع ذلك؟ أنا أكون صريح، موضوع الحديدة صحيح موضوع مهم إنسانيا باعتبار المنفذ اللي يدخل فيه الكتلة الأكبر من المساعدات إلى مناطق الشمال اللي هي الكتلة الإنسانية الأكبر في اليمن المتضررة، الكتلة الكثافة الأعلى صح موجود في مناطق أخرى لكن ما تكون تركز، بس الموضوع كمان أعقد من موضوع إنساني، الحديدة هي تطل على البحر الأحمر وهناك مصالح دولية معقدة، المجتمع الدولي لديه أكثر من مستوى في النظر، أوكي هو يريد راحة رأسه من بديد الموضوع الإنساني، لأن نحن على 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 عناوين الصحافة الدولية بكوننا موضع مجاعة، الفاتيكان أمس البابا يدعو للسلام في اليمن، يعني الوضع في اليمن مرئي للغاية الآن بسبب التأخير الإنساني وبسبب السعودية، بس أيضا في طبقة أخرى من الاهتمامات فيما يخص الحديدة، الحديدة هي المحافظة اليمنية التي تمتد على البحر الأحمر حيث حركة المصالح الدولية والتنافس الدولي عالي للغاية، تهدئة وتيرة المخاطر في هذه المحافظة وضعها تحت إشراف أممي تحديدا هذه الموانئ، وبالتالي تحيل المخاطر المتصلة بوجود جماعات مارقة مسلحة متطرفة شيعية أو سنية، هذا مصلحة دولية مهمة، فبالتالي الحديدة تحصد العديد من الامتيازات التي تجعل مستوى التدخل الدولي فيها أعلى، هناك أزمة إنسانية في كثير من المناطق لكنها لمحركات عدة لن تكون بذات الأهمية، ستندرج ضمن العنوان الإنساني العام في اليمن أنه في مجاعة لكن لن تكون عناوين تفصيلية مثل الحديدة في التناول الدولي. هذا الشأن يجب النظر له، يعني في الأخير محركات السياسة هي متعددة، فرقاتها متعددة، والاجتماع الدولي والإجماع الدولي يتحرك وفقا لهذه الحيثيات، وسننظر ماذا سيحدث. طيب خفض التصعيد في الحديدة هل يعني على أن
يعني باعتبار أن اهتمام العالم يتركز على هذه المنطقة بشكل أساسي والساحل بشكل عام دونا عن الأماكن الداخلية الأخرى، هل يعني أن خفض التصعيد في الحديدة قد يطوي الأزمة اليمنية شيئا فشيئا حتى تبات مسألة داخلية بحتة؟ شوف ليس بإمكان ملف اليمن أن يصبح داخلية لأسباب عدة. يصعب أن تنزع الهوية الأقليمية لهذه الحرب، حتى لو السعودية ضعيفة الآن في معضلتها في اليمن، لكن السعودية يصعب عليها أن تنسحب لليمن، لأن هذه مسألة تتعلق بوجود النظام، بوجود خصم أقليمي مثل الإيرانيين وحليف أساسي لهم مثل الحوثيين. بدون هزيمته النظام فعليا سيتضرر، مش محمد بن سلمان، مش الهيئة الحاكمة الآن حاليا، ما يلينهما أو غيرهما. فبالتالي وجود السعودية في اليمن سيجعل هذا الملف على الأجندة الأولى على مستوى العالم. يمكن لك أن تخفض التوتر في الحديدة وباتفاق دولي، وبالتالي تريح نفسك المجتمع الدولي، يريح نفسه من عبء الضجيج المتصل بالعملية الإنسانية. في لوبي دولي مش يشتغل كثير على هذا الموضوع، ولكن اليمن لن تصبح حرب داخلية. نحن على هي في أحد مستويات حرب داخلية، لكن لن تصبح كذا. اليمن بلد يجاور خزان النفط الأهم في العالم، يجاور السعودية، يجاور عمان، في مصالح في البحر الأحمر، يجاور الإمارات لديها مصالح، قطر لديها مصالح، تركيا الآن تنظر إليك، إيران تنظر إليك. فبالتالي هذه حجم التدخلات لم ينتهي بوقت معركة الحديدة، لأن الكل من يريد الآن، من لديه زارات مع السعودية يأتي اليمن، من لديه مشكلات مع عمان يأتي اليمن، من لديه هذا الشأن لا يمكن باتفاق الحديدة فقط أن يخفضه. فبالتالي عناوين هذه الحرب لن تصبح محلية أبدا على أقل من المدى المنظور. أشكرك المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات أستاذ ماجد المدحجي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك سيادة العميد، برأيك كيف سيكون المشهد العسكري خلال الأيام القادمة في أبرز الجبهات التي شهدت تصاعدا بعد اتفاق الحديدة؟ المشهد العسكري سيستمر يعني في حالة تصعيد، يعني كما بدأت هذه المؤشرات يعني فور أول بداية الاتفاق على نقاط التسوية في مشاورة السويد. وأنا لا أتوقع غير أن التصعيد المستمر سيستمر ويرتفع سقفه، لأن الحوثي أنا أقول لك هو مقتنع بالانتقاء إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي مربط الفرس كما يقول المثل الشعبي عفوا. ولذلك أنا لا أتكهن أن التصعيد العسكري سينخفض، وتيرة المعركة أيضا ستقل من سرعتها أبدا، بل سيتصاعد إلى مستوى أيضا عكس ما كان قبل اتفاقية السويد. نعم. والتسوية التي وصلوا إليها، لأن ما كان لأنه في المرحلة الأولى الحوثيين لم يوافقوا على الورقة الاقتصادية، لم يوافقوا على فتح مطار صنعاء. أيضا عندك لم يوافقوا أيضا على موضوع الخروج من المدينة. في هناك نقاط غير واضحة بهذا الخصوص، عدم اقتناعهم بالطرف الذي سيغطي. نعم، يعني هناك نقاط غير واضحة في تفاصيل، يعني عدم اقتناعهم الحديدة بالطرف الذي سيغطي. يعني في هناك مش واضحة، في هناك الحوثي لم يوافق على يعني الورقة الاقتصادية، وهي تخص إدارة الميناء يعني وهو الموارد، لم يوافق على فتح مطار صنعاء. هذا أيضا من ضمن المرحلة الأولى من اتفاقية السويد. يعني كيف حتنتقل للمرحلة الثانية
يعني هناك ثلاث نقاط لم يوافق عليها الطرف الثاني، وربما هذا ما سنشهده خلال الايام القادمه، وان كان يامل اليمنيون في ان يعني تصل هذه الازمه الى نوع من التسويه وتحقيق العداله بالنسبه لهم. اشكرك سياده العميد محمد جسار الخبير العسكري، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من مأرب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، الى اللقاء.